مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مرة أخرى. لازلنا في الموضوع ديال تهامي بن ناني. كما تبعتوا معنا في الفيديو السابق، درجت الحوار مع الأستاذ اللي بطبيعة الحال تينوب على أحد المعتقلين، كانت مجموعة من الأسئلة فيه وضفتها مع الأستاذ من أجل تبين الحقيقة. الآن معايا أستاذة زين خيار، محامية بهيئة الدار البيضاء اللي بطبيعة الحال تتنوب على المختفي تهامي بن ناني. غادي نشوف معها ما جاء في الجلسة، وكذلك السؤال الجوهري في الموضوع هو دور المستشارة اللي اقترحها أمام القضاء السادة اللي هما الدفاع ديال المعتقلين. تبعوا معايا أستاذة، من 9 الصباح الأطوار ديال الجلسة عشنا معكم الموضوع. كيفاش كانت في الأول الموضوع؟ كيفاش شفتي الخطوات الأولى؟ الخطأ الأولى كنا الدفاع ديال المتهمين تيتم استراحة على أساس أن الدراري المتهمين أبرياء ولا داعي نخليهم في السجن مدة سنتين ونصف، بأن هذا الشيء كثير. وهذا مع العلم أننا احنا درنا واحد الملتمس واحد الطلب على أساس استخراج هواتف النقالة على اساس احضار جوج شهود في الموضوع اللي كنا عمرنا ما التمسنا سامعين لهم في الضابطه القضائيه في الفرقه الوطنيه. ودوك الشهود من لان كاين تناقضات في المحضر، علاش كيقولوا مع كان دار مع ذاك الشاهد واحد الاول، كان دار معاه شي برنامج الاستاذ المناصفي الدكتور المناصفي، وسمعنا لاحظنا بانها قال شي معطيات اللي ما قالهاش في الهاتف النقال ديالو. استخرجنا من الهاتف النقال ديالو عن طريق المحققين عن طريق اللي برا على انهم اقوال اخرى اللي تقالت في الهاتف الرسائل الهاتفيه اللي كانت تعطى ذاك الوقت. مع العلم وحاجه اخرى بان بان البورتابل الهاتف النقال ديال تهامي بن ناني الاصل ديالو انه شراه من عند الشاهد الثاني اللي تلبسنا سوى الاستدعاء ديالو اليوم، لان كنا دايرين الملتمس ديال استدعاء جميع الشهود وجميع المشتبه فيهم. كان الرئيس الجلسه مشكورا امر باستدعائهم بالقوه العموميه. اذا سمحتي لي استاذه، درجنا هذا الموضوع في الجلسه السابقه، كان استدعاهم وما جاوش اليوم. كان استدعاهم عاديا، استدعاهم عن طريق القوه العموميه، وقالوا الزملاء اللي تينبوا على المتهم بان الحاله مرضيه. حنا هنا ما تنعرفوش حاله مرضيه ولا مش حاله، هذا راه ملف كبير، هذا راه معتقل متهمين بعقوبات خطيره، لان قد التحقيق تبعهم بالقتل مع اخفاء الجثه، لان العقوبات صارمه، خاصه هي بناء الكلام ديالها باش تحركت المتابعه في 2016، وبناء على الهضره ديالها السيد قاضي التحقيق امر بالخبره على الهواتف، وديك الخبره على الهواتف 2019 هي بناء على هذه الخبره ديال الهواتف تعتقلوا هاد المتهمين دابا. اذا حنا باقي نتصرو على الخبره على الهواتف، لان حنا كنهضروا مع محققين خارج المغرب، حنا اللي عطيناهم بان الشريحه كاينه، ماشي تهامي بن ناني، الشريحه ديال تهامي بن ناني كاينه في ازيران في وسط واحد الغابه. حنا كنطالبوا من جميع الهواتف النقاله باش نكونوا باش القاضي سيد القاضي يحكم بصواب ويعطي لكل ذي حق حقه، ما نضيعوا هاد الدراري هاد المعتقل اللي هما متهمين دابا بالقتل العمد، لا شي وحدين واقيلا هما المتهمين. اذا حنا ضرورة ننصح الجميع الخبرة على الهواتف، لأن حتى بالنسبة للمحامون ديال الدفاع ديال المتهم والمعتقلين حتى هما بأنهم تيبرؤوا هاد الدراري لمصلحتهم يديروا خبرة على الهواتف. حنا كنا كنسعوا لواحد الهدف واحد، حنا والهيئة ديال المحكمة والسيد وكيل العام والدفاع كنسعوا لمصلحة واحدة هي تحقيق العدالة، لان ما يمكنش تكون العداله بدون حضور جميع الاطراف اللي حنا المشتبه فيهم ولا الشهود، يكون ملف جاهز ومع استخراج جميع الهواتف المسطره بما فيها حيسطروا لنا حتى الاباء ديالهم والمكالمات اللي كانت وقعت بيناتهم. هذيك المستجدات اللي كاينه عندهم من المكالمات خاصنا ضروري يظهر الفرقه الوطنيه يدير واحد الدرك الملكي باش يجبد لنا داك الشيء بنزاهه وما يغفل حتى شي حاجه. ربما الفرقة الوطنية ما كانش عندها الوقت اللازم باش دير هاد مع العلم ان راه كان عند قضية التحقيق راه كان من 3 سنين عند قضية التحقيق، ما خاصوش يتعدى سنة، 3 سنين وعند قضية التحقيق عاد تحل على جلسة. إذا راه قاضي التحقيق دار جميع لا يمكنش هما كيقولوا ما خاصش قاضي التحقيق ينتدى الفرقة الوطنية. المعلوم من حقه مين هو؟ ماشي خبير في الإعلاميات ولا باش يعطي هاد الشيء، لأن هو ينتدى الفرقة الوطنية. هنا أستاذة غنمشي معاك
الحاجة اللي جاتنا غريبة في الأخير، نعلم جيدا أنه كنا شفنا واحد الشخص أو يعني كان واحد تشابه كبير بينه مع الملامح شيئا ما ديال التهامي بناني. من بعد تبين بأنه ماشي هو. اليوم كنشوفوا الدفاع ديال المعتقلين تيطالبوا السيد الرئيس بحضور المستشارة اللي تقدمت هي قبل بهذا المقترح. السؤال الأول، واش داك الطلب اللي تقدمت به هي في الإطار القانوني عندها الحق نعم أم لا؟ وكذلك الجواب ديالك حول هذه الطريقة اللي داروا في هذه الظرفية بالضبط، لأنه ملي بان هذاك الشخص تبين بأنه ماشي هو دازت مدة، دازوا جلسات، علاش حتى الآن؟ لأنهم كانوا عارفين الدفاع بأن أستاذة العماني بأن قالت واحد الشخص في سمارة وهي مشات شكت فيه وعيطت للوالدة ديالو وشافت الوالدة ديالو وقالت ليه ماشي هو، قلت لها علاش؟ لأن ما يمكنش ولدك هذا، قالت كون كان ولدي كنت ديته معايا، علاش يعني؟ لأن قالت لها كنقلب على ولدي كيف ما كان يكون كاع مرق. طريق المزاح كنا كنضحكوا معاها ملي كان دعا على سبيل المزاح، قلنا لها انت يا اللي كنتي كطالبي تقولي ولدك يجيبوه لك واخا يكون مراه شدوا لك مراه، هي ولدها ما يمكنش، قالت ما يمكنش هي يكون ولدي وما نجيبوش معايا. اذا الوالده ديالو هي اللي عندها الحق في هذا النقاش، الوالده ديالها هي اللي عندها يكون كان ولد، هي اللي غتجي تقول، غتجي الجلسه المقبله ان شاء الله غادي تسول السيد الرئيس غتجاوب، لان خاص ما يمكنش تقولي هذا هو هذا ولا، لان الام ديالو غتعرفوا، وثانيا خاصها الخبره الجينيه باش تعرفي، ما يمكنش لقاه شخص اخر من غير مو، خاصها دير لي الخبره الجينيه. ماشي هي السؤال الاول، واش عندها الحق توضع الطلب ولا لا؟ لانه هي مستشاره ماشي محاميه. لا هي ما دارتش طلب، ما دارتش حتى شي طلب، ما دارتش حتى شي طلب. حطته السيد وكيل الملك في تماره. هي دارت دارت سيد وكيل الملك في تماره بان كاين واحد تيشبه السيد سامي بناني، وكيل الملك عطى الجواب بانها ما لقاوش. صافي هذا الموضوع دار ضجه كبيره، وفي هذاك المكان شافوا الشخص، اعتقد بانه دخلت السلطه المحليه لقيت تبين ما كاين والو. السؤال الجوهري في الموضوع، علاش الدفاع ديال المعتقلين تيطرحوا اليوم قدام الرئيس وبإلحاح؟ وكان الجواب للرئيس أنه حل الإطار القانوني أنكم تستشروا تقدموا الطلب ديالكم بعد السيد الوكيل العام ومن بعد يجيني أنا للجلسة. هنا سؤال، علاش حتى الآن؟ وثانيا علاش ما خداوش هذه المسطرة أنهم يتواصلوا بشكل مباشر في الطريقة القانونية مع السيد الوكيل العام اللي هو بطبيعة الحال كيشوف اش من زاوية في الإطار القانوني اللي كيخول ليه بطبيعة الحال أنه يوضعها في القضاء الجالس؟ علاش اختاروا هالطريقة اليوم بالضبط؟ وعلاش مشاو عند الرئيس ما كانوش عند الوكيل العام اللي خصهم يكونوا عنده هو الأول؟ هما ما اختاروا الطريقة ولكن ما استجبتش المحكمة، المحكمة قالوا تسيت الوكيل العام قال لهم لا حنا غنمشيو في إطار قانوني، هذا ما يمكنش حنا نبداو نخلقوا في شي مسائل صورة ما صورة، قال لهم ما يمكنش لينا، هذا الشيء كان خاصكم راه كاين طرق باش ديروها. ما انا قال لهم بالنسبه لي انا غنمشي في الطريقه اللي عندي انا، الميف اللي عندي انا، ما غيمكنش يخرق القانون، اما بالنسبه للصوره شتيها ماشي ما دخلش في هذا الميف دابا، ما يمكنش، حنا الميف غياخذ مجراه الطبيعي وغادي نستمروا في التركيز على الخبره على الهواتف. هو السيد الرئيس ما طلبش الحضور ديالها؟ لا ما طلبش الحضور ديالها، السيد الرئيس قال لهم ما يمكنش، حتى السيد الوكيل العام قال لي لا هذا الشيء حنا غنمشيو في المسار اللي غاديين فيه دابا. لان الغرض ماشي يوصل الحقيقه هي الخبره على الهواتف، ما دامت الخبره على الهواتف اللي قالينا كلنا تحقيق العداله، لا كانوا ذوك الدراري الابرياء كاينين في الهواتف، لا كان وحدين اخرين متورطين كاينين في الهواتف، لاي واحد كاين في الهواتف. في حاله اذا سمحتي لي استاذ باش نقرب معك الصوره، في حاله اذا تقدم الدفاع ديال المعتقلين بملتمس السيد الوكيل العام من اجل انه بطبيعه الحال ياخذ فيه القرار وتشوف واش غادي يعطي القضاء الجالس ولا لا، كيفاش كتشوفي هاد الطريقه بالضبط في هاد الظرفيه اللي بعيده شيئا ما على الوصول للهدف اللي هو اين هو التهامي بناني؟ رايك كمحامية؟ رايي كمحامية بان القاضي ما غايستجبش ليا، ما يمشي كاين العباس هنا، القاضي غادي المسطر اللي عنده في يده، ما يمكنش يرجع للور، خاصو يشوف الملف اساسي هو اللي عنده بين يده دابا، راه استطاعت يوصل ليه بالخبره على الهواتف، الخبره على الهواتف ثم الخبره على الهواتف، ماشي غير ديال دوك ثلاثه، حتى الخبره ديال بناني التهامي ما كايناش، مطالبين بها كلها لان بما فيها الاباء ديالهم، بما الا كانوا ابرياء علاش ما يطالبوا، علاش ما يطالبوش حتى هما بالخبره على الهواتف؟ اشنو المانع؟ اشنو المشكل؟
هاد الدراري فعلا عطلت المده ديال الاعتقال ديالهم معلوم لا الا كانوا ابرياء راه ظلما هذا، ولكن الخبره لا هي غتحسن فيه بغات تقول بانهم ابرياء. اذا خاصهم كنا نشوفوا نفس التوجه، لان حنا ما عندنا حتى مصلحه وحتى واحد ما عندوش مصلحه في التورط شي وحدين، الهوات في النقليه توصلنا الحقيقه ولا شيء غير الحقيقه. استاذه شكرا لك، الله يوفقك. ملف جد جد متشعب بشكل كبير. مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا مجموعه من النقط في الموضوع في الجلسه ديالهم درجتها مع الاستاذه زينب من اجل تنوير الراي العام، وكذلك لا زلنا في بحث لتبيان الحقيقه اكثر في هذا الموضوع. مشاهدينا الكرام نحن نتتبع هذا الملف وسوف نوافيكم دائما بالجديد. مشاهدينا الكرام تعليق المواطن، شكرا لكم.